الافلام خلتنا نفتكر ان الحب ده حاجه خارجه عن ارادتنا او بتحصل لنا واحنا ما بنختارهاش، فلما بننجذب لحد وبعد كده الانجذاب ده بيقل بنقول خلاص كده الحب خلص ومبقيناش لبعض. لكن المشكله الحقيقيه هي اننا خرجنا ايدينا من عمليه الحب. وعلشان كده سكوت معترض اننا دايما بنوصف الحب ان هو شعور. هو شايف ان الحب الحقيقي مجموعه من الافعال مش مجرد حاجه بنحسها وخلاص. تعريف الحب بالنسبه له انك يكون عندك اراده لتوسيع ذاتك عشان ترعى النمو الروحي للشخص الاخر. يعني ايه؟ الهدف الكبير لكل واحد فينا المفروض هو ان هو ينمو على المستوى الروحي، يعني يتطور ويفهم نفسه ويفهم الدنيا ويحقق اهدافه وحاجات كده. فلما بتحب حد المفروض ان وجودك معاه يساعد الشخص ده ان هو ينمو برضه. لازم افعالك وافكارك ومشاعرك تمتد علشان تسعى نمو الشخص ده معاك وانت كمان بتنمو. وده طبعا عكس الوقوع في الحب اللي احنا كنا فاكرينه، اللي اصلا كل حاجه فيه بالعكس، بدل ما بتمتد بتتشل.